سلام القدس عليكم أحبائي وأعزائي متابعي برنامج 60 دقيقة مع ناصر قنديل في هذه الحلقة الجديدة، الحلقة 25 من العام 2019. سأخصص هذه الحلقة أحبائي للإحاطة بمجموعة العناصر التي تسمح بالإجابة عن سؤال: هل أن المنطقة ذاهبة إلى حرب؟ وأي نوع من الحروب يمكن أن نتوقع؟ لماذا السؤال؟ خلال الفترة الماضية كانت الجهة الوحيدة التي يمكن أن تذهب بالمنطقة إلى الحرب هي إسرائيل، وكان الجواب دائما عندما يطرح، على الأقل بالنسبة لي، الجواب عليه على السؤال هو أن لا حرب، لأن إسرائيل أعجز من أن تخوض حربا، لأن أي حرب ستدخل إسرائيل على خطها سوف تتطور وتخرج عن السيطرة وتذهب إلى حيث لا ترغب إسرائيل، وتدفع فيها أثمانا أكبر بكثير من أثمان التعايش مع الواقع القائم. الآن السؤال ليس مطروحا هل تذهب إسرائيل إلى الحرب، فهل السؤال المطروح هل يذهب محور المقاومة إلى الحرب؟ أيضا عندما كنا نطرح السؤال كنا نقول إن من يقدر على الحرب لا يريدها، ومن يريد الحرب لا يقدر عليها، يعني الإسرائيلي يريد الحرب ولا يقدر عليها، ومحور المقاومة يقدر على الحرب لكنه لا يريدها. لماذا لا يريدها؟ لأنه يدرك بأن أمامه خارطة الطريق لدعم فكرة المقاومة ولدعم المشروع المقاوم داخل فلسطين بما يسمح بتحقيق فكرة التحرير وما يسمح بزعزعة الكيان الغاصب من دون التورط في حرب تؤدي إلى دمار وخراب عميمين، لأن الحرب هذه المرة سوف تكون حرب دمار متبادل، سوف تتحمل فيه المؤسسات الاستراتيجية في كيان الاحتلال ضربات قاسية ومؤلمة وموجعة، لكن بالمقابل سوف تتلقى عواصم محور المقاومة بيروت ودمشق وبغداد وطهران الكثير من الآلام والكثير من الضربات. وإذا كانت نهاية الحرب محسومة لصالح محور المقاومة لكن كلفة الحرب سوف تكون عالية جدا، ولذلك إذا كان البديل الذي يناسب محور المقاومة هو بناء قدرة الردع ومنع إسرائيل من التفكير بالحرب ومواصلة تقديم الدعم لقوى المقاومة ليتكرر نموذج غزة في أكثر من بقعة من فلسطين سواء في الضفة الغربية أو لاحقا في الأراضي المحتلة عام 48، فإن هذا هو النموذج المثالي بالنسبة لمحور المقاومة في كيفية تحقيق النتائج بكلفة أقل. إذن عن أي حرب نتكلم الآن؟ في الحقيقة نتكلم عن حرب من نوع آخر، الحرب التي تنزلق إليها أو تجبر على خوضها القوى الإقليمية بظل إحاطة من القوى الدولية لا تمانع بنشوء الحرب. والصورة حسب ما أراها على الأقل بحاجة إلى نقاش، بحاجة إلى تفكير، أضعها بين أيديكم تطرحها مجموعة من الأسئلة. السؤال الأول: أن روسيا الآن أصبحت جزءا من معادلات المنطقة، وأن روسيا التي أصبحت جزء من معادلات المنطقة قراءتها للحل النهائي الذي يمكن أن تغطيه وتضمنه وتحميه، بمعنى تمنع الحرب على أساسه من زاوية منع الحرب على إسرائيل، هي الصيغة التي تقبل فيها إسرائيل بتطبيق القرارات الدولية، أي عودة الجولان حتى خط الرابع من حزيران، عودة مزارع شبعة، قيام دولة فلسطينية على حدود العام 67، عاصمتها القدس الشرقية، حل قضية اللاجئين على قاعدة القرار 194 بنسبة كبيرة. هذا بالنسبة لروسيا عندما يحدث فهي ستقول لحلفائها في سوريا وفي إيران وفي قوى المقاومة أنها من اللحظة التي تلتزم فيها إسرائيل بتطبيق هذه القرارات الدولية فيتعتبر أن إسرائيل وجود مشروع، وأنها تؤمن التغطية الأمنية والاستراتيجية لعدم شن حرب على إسرائيل. طبعا لا تملك روسيا القدرة على منع المقاومة، لا تملك روسيا حتى الالتزام الأدبي والأخلاقي والقانوني بأنها سوف تتدخل لمنع الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة عام 48 من مواصلة النضال من أجل نيل حقوقه أيا كان تصوره لهذه الحقوق، حتى بما فيها إنهاء وتفكيك الكيان الصهيوني. لكن الحرب تستطيع روسيا أن تقول أنها لن تسمح بحرب، تستطيع روسيا وأمريكا أن تقول معا بأنهما لن تسمح بحرب في تلك اللحظة. الحرب التي يمكن أن تمنعها أمريكا ليست بيد أمريكا أن تمنع العرب،
بيد أمريكا أن تمنع إسرائيل، لكن إسرائيل الآن لم تعد قادرة على خوض الحرب، وبالتالي الذي يحتاج إلى أن يمنع عن خوض الحرب هو محور المقاومة. الآن محور المقاومة ليس في دائرة الحرب. طيب سياق لوين؟ إذا منطلع على سياق الأوضاع اللي بيقول أنه ما في تسوية على الإطلاق، مبين عنا أولا أنه إيران ما فيها تعمل تسوية، إيران وقوى المقاومة على الأقل حزب الله والقوى الأساسية في محور المقاومة، يعني غير الدول، يعني الدولة السورية مثلا تلتزم حتى الآن على الأقل، هي ملتزمة بأنها تقاتل من أجل استعادة الجولان المحتل حتى خط الرابع من حزيران، ومن أجل دولة فلسطينية على حدود العام 67. وبالتالي عندما تقول إسرائيل بأنها موافقة على هذا، الدولة السورية كدولة، مش عم نحكي عن يعني الرئيس بشار الأسد يمكن تطلعاته وطموحاته ورؤيته الفكرية والاستراتيجية إزالة كيان الاحتلال، لكن محطة من المحطات التي لا تستطيع سوريا التنصل من القبول بها هي في حال قبلت إسرائيل بدولة فلسطينية على حدود العام 67، وما بعد يمكن أن تدعم سوريا بطرق سياسية وبطرق إعلامية ومعنوية، قيام أي مناضل فلسطيني أو أي حركة نضالية فلسطينية داخل الأراضي المحتلة عام 48 بالمطالبة بحقوقها والمطالبة بتصعيد نضالها باتجاه، حتى لو ذهب إلى الدعوة لإسقاط الكيان الصهيوني وإقامة دولة علمانية تضمن حقوق العرب واليهود فيها بصورة متساوية، لكنها دولة تعتبر نفسها جزءا من المحيط العربي. لكن في محطة بالنص، هالمحطة اسمها التزام سوريا بما تسميه الحل الدائم والعادل أو السلام الدائم والشامل. بالتالي قبل هذا طبعا الأمور مفتوحة، إذا بقيت إسرائيل عم تقول أنا ما بقبل، المنطقي والطبيعي أنه ما في إشكال لا بين روسيا وإيران وقوى المقاومة، ولا بين سوريا بتطلعها البعيد المدى وبالتزاماتها كدولة على المستوى السياسي والقانوني. في محطة إذا نضجت إسرائيل لقبولها، ميزان القوى الدولي وميزان القوى الإقليمي وميزان القوى السياسي يقول بأنها محطة ستكون قابلة للعيش لفترة غير قصيرة. هلأ قوى المقاومة ليست ضد هذا، لأن قوى المقاومة في نهاية المطاف إذا انتزعت من يد إسرائيل أجزاء من الأراضي العربية المحتلة وأقيمت دولة فلسطينية كاملة السيادة، عاد الجولان وعادت مناطق عربية أخرى من تحت الاحتلال، وإسرائيل في وضعية الانكسار، ما عندها مشكل قوى المقاومة بأن تتابع نضالها مع الشعب الفلسطيني المقاتل داخل أو المقاوم داخل الأراضي المحتلة عام 48، وهذا سبق وعاشته المقاومة سنة 90-91 أثناء الدعوة لمؤتمر مدريد، ما اعتبرت حالها أنها ستكون على خصومة مع سوريا إذا ما نالت سوريا الحقوق التي يعني تعود لها على المستوى القانوني والجغرافي والسيادي، وإذا ما نال الفلسطينيون دولة على حدود العام 67. حتى المقاومة الفلسطينية في غزة كلنا بنتذكر الحديث عن الاستعداد لهدنة مديدة إذا ما تراجعت إسرائيل عن الأراضي المحتلة عام 67. طبعا إسرائيل ليست في وضع يتيح لها هذا التراجع، إسرائيل تركيبتها العقيدة الصهيونية التي تقوم على أن الأماكن المقدسة هي في الضفة وليست في الأراضي المحتلة عام 48، من يملك القدرة على هذه التنازلات؟ الجولان نفسه أصلا لما رابين عمل وديعته اللي اعترف فيها بالاستعداد للانسحاب لأربع حزيران قتل، فمن الذي سيجرؤ أصلا على الذهاب إلى تسوية من هذا النوع؟ لذلك إسرائيل ما جاهزة لا لهالتسوية ولا لغيرها. أكثر من هيك، الآن أمريكا تغرق إسرائيل بالعطاءات، انه الجولان منك مضطرة تنسحبي منه هذا اسرائيلي، القدس مش مضطرة تجادلي حول مستقبلها هيدا اسرائيل، لكن قدرة اسرائيل العسكرية والاستراتيجية اقل بكثير من هذه الاثقال التي ترمى على كتفيها. يعني نظريا بيوقف نتنياهو مزهوا ويتباهى بانه حصل على الصك الامريكي، لكن اي عاقل داخل اسرائيل، اي عاقل في المؤسسة الاسرائيلية يعلم جيدا ان اسرائيل اضعف من ان تحمي هذه الأعباء التي تلقى على كاهلها. هي وأمريكا بكامل القوة، هي وإسرائيل بذروة التفوق، إذا عم نحكي عام 90 مثلا كانت أمريكا عاملة عاصفة الصحراء، كان الاتحاد السوفيتي انتهى وجدار برلين انهار، والروسيا في وضعية يعني الكوما بعهد يلتسن، وشو عملت أمريكا؟ اجت أمريكا عملت مؤتمر مدريد
اللي بيقوم على الانسحاب من الجولان واللي بيقوم على دولة فلسطينية، وبنحكي شوي بالحدود، ووصلوا سنة 2000 آخر جولة من جولات التفاوض قبل أن تذهب أمريكا إلى الخيار الحرب في العراق وأفغانستان بسبب الانتصار في جنوب لبنان، بسبب هزيمة إسرائيل في مواجهة المقاومة. قبل هذا يعني لما كانت بعد الأمور بدائرة القدرة على السيطرة، وصل الأمريكي يعرض 70-80% من الضفة الغربية على الرئيس الراحل ياسر عرفات، ويعرض على سوريا أنه مش وديعة رابين كاملة، انسحاب إلى الحدود الدولية ومعالجة لدى الأمم المتحدة للمتبقي حتى حدود طبرية، أي حدود 4 حزيران. ليش بتروح أمريكا على هذا؟ لأن أمريكا تدرك أنه بالنهاية الذهاب إلى القول بأن ما تريده إسرائيل عقائديا وما تريده إسرائيل في غلوها وفي عنجهيتها، إذا قامت أمريكا بتغطيته هذا سيسقط فرص التسوية، وإسقاط فرص التسوية سيجعل كل الشارع العربي والإسلامي مصطفا وراء القوى التي تنادي بالمقاومة. اللي عم بصير هلأ عمليا أنه أمريكا بانسحابها من صياغ التسوية وبإعلان ضم الجولان لإسرائيل وبإعلان الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، شو عم تقول للطرفين الأساسيين المتبقيين في الصراع الفلسطينيين والسوريين؟ عم تقول ليس أمامكم سوى المواجهة، المواجهة بزمن إسرائيل هي الأضعف. يعني هذه المواجهة لو واثقة أمريكا أنه إسرائيل قادرة عليها، وواثقة أنه هي قادرة أن تقدم لإسرائيل الدعم اللازم للفوز بهذه المواجهة، كان عملتها سنة 90، كانت بعد ما سقط جدار برلين وانهار الاتحاد السوفيتي طلعت أمريكا وقالت القدس عاصمة لإسرائيل، الجولان نعترف به لإسرائيل، العرب بيحبوا يجوا على هذا الاعتراف أهلا وسهلا، ما بيحبوا بيأكلوا أكل. وكانت أمريكا في وضعية اللي عاملة عاصفة الصحراء واللي جاي على المنطقة وعم تفرض معادلاتها في المنطقة. ذهبت أمريكا إلى الخيار العسكري لما فشلت في الاحتواء، لما فشلت في التسوية، لما فشلت في أن تأخذ الشرعية لإسرائيل من الذين يملكون القدرة على منح هذه الشرعية، مش محمد بن سلمان ولا محمد بن زايد، السوري والفلسطيني واللبناني والقوى الموجودة في ساحة المواجهة هي التي تمنح الشرعية إذا كانت يعني مستعدة لمنح هذه الشرعية. فاشتغلت أمريكا على هذا، اشتغلت على الحصول على شرعنة الكيان الصهيوني من خلال الاعتراف بناء على مفهوم التسوية. إن وجدت أصلا المبادرة العربية للسلام لاحقا بصفتها مبادرة أمريكية، وكلنا بنعرف أنه توماس فريدمان هو اللي كتبها وهو اللي حطها باسم الملك عبدالله اللي كان وقته ولي عهد ولم يكن بعد قد أصبح ملكا، ولبنان أضاف عليها حق العودة، كان في حل عادل لقضية اللاجئين، أصر لبنان ودعم الرئيس الأسد الطلب اللبناني الذي تقدم به الرئيس إيميل لحود في القمة، وسائبت أنه معقود ببيروت، وأطلقت منها المبادرة معدلة وليس كما جاء بها الأمير عبدالله آنذاك. لكن هاي مبادرة نسختها الأولى كانت نسخة أمريكية، وهي النسخة الأمريكية تعبر بالضبط عن كيف تفهم أمريكا دورها في الصراع العربي الإسرائيلي. ليش بدها تروح أمريكا؟ هي وعم تنسحب، هي وعم ينهزم مشروعها بالمنطقة، هي وإسرائيل عاجزة عن خوض الحرب، تروح تقول لإسرائيل خده هاي ودائعك تسلميها، انه اعتراف بالقدس بدكم هاي اعتراف بالقدس، اعتراف بالجولان هاي اعتراف بالجولان، انسحاب من الملف النووي مع ايران والتفاهم النووي هاي انسحاب. لكن هل اسرائيل قادرة على هضم هذه الودائع؟ فيها اسرائيل تحمل؟ شو بتعمل اسرائيل فيهن؟ لوين بتروح اذا ما في شرعنا بتسوية؟ هي في وضع قلق، الذين سلبت حقوقهم وكرست عملية السلب بالتوقيع الأمريكي، شو في قدامهم خيار غير القتال؟ هذا يعني أن المنطقة تذهب إلى المواجهة، هلا مش ضروري الحرب، المنطقة بتروح معناتها الفلسطينيين إلى تصعيد المقاومة، سوريا إلى خيار المقاومة في الجولان، وبالتالي المنطقة رايحة على التهاب. طيب هذا الالتهاب لوين بيوصل؟ إجت إسرائيل تقول بالفترة اللي كان فيها الوضع السوري بيّن أن الدولة السورية تسترد عافيتها، بيّن أن الدولة السورية تسترد جغرافيتها، أن السياق الطبيعي لتطور الأمور بشهر باثنين بسنة بسنتين هو أن تستعيد الدولة السورية سيطرتها الجغرافية على كامل الأراضي التي كانت عليها عام 2011. طيب شو عملت إسرائيل لما شافت هذا الوضع؟ قالت بدي تدخل عسكريا لأمنع أن يكون الوضع في سوريا الخارجة من الحرب
قادرا على إرباك أمن إسرائيل، فحطت إخراج حزب الله، إخراج إيران، بدأت الغارات، حاولت أن تبيع مع روسيا هي وأمريكا معادلة استقرار سوريا مقابل أمن إسرائيل، فشلت. لا سوريا قبلت، ولا إيران قبلت، ولا حزب الله قبل، ولا روسيا عملت مشكل، لأنه كما قلنا المعادلة الروسية تدخل على الخط عندما تقبل إسرائيل بالصفقة الشاملة. حتى فك الاشتباك الروس قالوا له لنتنياهو لما عمل غارة واثنين وثلاثة واجوا سلموا سوريا الاس 300 وعززوا الدفاع الجوي السوري وحملوا إسرائيل مسؤولية إسقاط الطائرة الروسية. لوين وصلوا الروس؟ وصلوا ليقولوا فك الاشتباك يعني أن الجولان سوري وأن الجولان عائد بالتفاوض، هيك 338 بيقول قرار مجلس الأمن اللي انبثق عن فك الاشتباك. ففك الاشتباك هو جزء من كل الكل، مش وقف إطلاق النار على خط الجولان، الكل وقف إطلاق نار شامل كل الجبهة، يعني إسرائيل ما بتعود تعمل ولا غارة، ومسار تفاوضي لعودة الجولان. إذا إسرائيل بتطلع من هو اثنين وبتقول هي مش ملتزمة بوقف إطلاق نار شامل وهي مش ملتزمة بإعادة الجولان، ما في فك اشتباك، وهذا كلام الروسي عم بيقوله مش حدا تاني. وبالتالي إذا كان روسيا لم تستجب وراح نتنياهو مرة واثنين وثلاثة وما مش الحال، وبنيت معادلة سورية تحمي سوريا من العربدة الإسرائيلية، وبنيت معها معادلة روسية إيرانية تقول أن روسيا لن تضغط على إيران للانسحاب من سوريا ولن تضغط على حزب الله وسوريا لن تقبل بهذا الانسحاب، شو عم ينشأ ميزان قوى؟ عم ينشأ أنه في مقاومة بدها تصير بالجولان بعد ما أعلن ضموا أمريكا، وكان فيها ما تعلن، يعني شو الله ضربه على إيده لترامب لحتى قال لإسرائيل خذي هالليخة. واقع الحال عندما تعلن أمريكا أن الجولان تحت السيادة الإسرائيلية فهي تقول أن اتفاق فك الاشتباك الذي وقع عليه الأمريكي، ما هو بلش من مفاوضات عملها كيسنجر بين سوريا وإسرائيل ووقعت عليه أمريكا، والتوقيع الأمريكي هو الذي كان سابقا لصدوره بقرار عن مجلس الأمن، وبالتالي مجلس الأمن صادق على اتفاق سوري إسرائيلي برعاية أمريكية. الراعي الأمريكي الآن ينسحب بيقول أنه لا أنا الجولان بطل سوري، أنا معترف بالجولان إسرائيلي، فإذا سقط فك الاشتباك، يعني سقط الدور الأمريكي الوسيط. فإذا يا سوريا شو قدامك طريق لتسترجعي الجولان؟ المواجهة، المقاومة. طيب سوريا مستندة إلى دفاع جوي روسي، سوريا مستندة إلى وجود إيران وقوى المقاومة، مستندة بعد ضم الجولان أمريكيا لإسرائيل، لأن الضم الإسرائيلي من 81 موجود، لكن التبني الأمريكي صار سبب كافي لحتى روسيا تقول لسوريا أنا يعني لن أتدخل في حرمانك من حق استرداد الجولان طالما أقفل الطريق أمامه سلما. وبالتالي إذا قامت سوريا بعمليات مقاومة، إذا حضنت هي مقاومة السوريين لاسترجاع أرضهم المحتلة، فبالتالي منطقي وطبيعي أن روسيا ستكون في الضفة السورية في هذه الحالة وليس في أي ضفة أخرى. طيب وإذا روسيا في الضفة السورية بتبلش مقاومة بتوصل حرب، ما حدا بيعرف. بحرب 73 كلنا بنعرف أن الأمور بدأت بحرب الاستنزاف على الجبهة المصرية ثم انتقلت لتصبح حربا، كلنا بنعرف أنه انسداد أفق التسوية هو اللي عمل حرب 73، لما ما في أفق سياسي لحل في المنطقة طبيعي أن الأمور تذهب. إجا روجرز وطرح مشروع، عرف مشروع روجرز يعني المشروع الأمريكي للتسوية اللي بيقول بالانسحاب من الأراضي المحتلة عام 67 وفقا لقرار مجلس الأمن، رفضته إسرائيل فجاءت حرب تشرين. طيب أنا هون ما بدي ناقش بالعقل البوليسي التآمري اللي بيقول أنه حرب تشرين كانت هي قرار أمريكي، لا مش صحيح. حرب تشرين كانت حصيلة تلاقي مجموعة عناصر، واحد منها أنه الرئيس حافظ الأسد كان يريد تحرير الجولان، وأنه أنور السادات كان يريد تحريك الجبهة، وأنه الأمريكي كان يريد خضة أمنية عسكرية يوصل بنتيجتها إلى بدء مسار تفاوضي. طيب تلاقت هذه العناصر، واقعيا أنا أقول نحن الآن في وضع أشد تعقيدا من الذي كان عام 73. أولا نحن قدام يقين أمريكي بأن تسوية مع إيران حول شرعنة بقاء إسرائيل ما في، وبالتالي التسوية الوحيدة الممكنة
التي يمكن أن تعطي إسرائيل زمنا مقبولا، يعني 10 سنين و15 سنة لقدام، في جهة واحدة ممكن من الأطراف التي تقاتل إسرائيل، لأنه شو بفيدها محمد بن سلمان وشو بفيدها محمد بن زايد؟ تسوية الوحيدة اللي ممكن تكون عندها قابلية حياة، يعني عندها مشروعية، هي التي يعطيها الرئيس بشار الأسد. والتسوية الوحيدة التي يمكن أن يعطيها الرئيس بشار الأسد هي التسوية التي تعيد الجولان. إذا بتجي أمريكا وبتقول ما في تسوية، شو عم تقول؟ عم تقول أولا أنه الرئيس الأسد وقفته مع الإيراني ومع حزب الله، وتمسكه بالعلاقة مع محور المقاومة هي في مكانها، في مكانها، لأن هذا هو السبيل الوحيد الذي يعيد الأرض المحتلة. طيب أمريكا ما بتعرف هالشيء؟ بلا بتعرف. أنا هنا أقول أنه في أمريكا يوجد من، أكيد مش ترامب، في حدا ما بمراكز صناعة القرار بالدولة العميقة بالمخابرات، بيعرف جيدا شو اللي عم بصير، بيعرف أن الأمور تذهب إلى مواجهة، وبيعرف أنه أمريكا تنكفئ من المنطقة، وبيعرف أنه إسرائيل ستكون عاجزة عن خوض الحرب، وبيعرف أن نتيجة هذه الحرب ستكون تهديد وجودي لإسرائيل، وبيعرف أن هذه الحالة ستدفع إسرائيل للالتجاء طلبا للخلاص، للنجاة، لمخرج، وأن المخرج الوحيد سيكون بيد الروس، وأن المخرج الروسي سيكون تطبيق القرارات الدولية وإلغاء قرار ضم الجولان وإلغاء قرار اعتماد القدس عاصمة لإسرائيل والعودة إلى صيغة الأراضي المحتلة عام 67. وإلا البديل أن تستمر الحرب، والحرب واضح أنها إذا اندلعت صحيح مكلفة على قوى المقاومة، لكن هذه الحرب ستكون يعني كارثة بالنسبة لإسرائيل. طيب ناخد وجه تاني من القراءة. منقول بالوجه التاني من القراءة أنه إذا كانت الظروف التي أدت إلى الحرب على سوريا، لما بنجي بنقرأ يا عمي ليش عملوا هذه الحرب؟ ليش بال2011 تقرر هالربيع العربي، هالفوضى الخلاقة؟ ليش انعطوا الأخوان المسلمين بتونس وانعطوا بمصر على أمل أن يسقطوا سوريا؟ ما بيطلع معنا أنه الإسرائيلي كان يقرأ جيدا بأن الأمور في المنطقة بعد الفشل في حرب تموز وبعد الفشل في حرب غزة 2008-2009 وأن بعد هذين الفشلين وبعد الفشل الأمريكي في حربي العراق وأفغانستان أن العلاقة بين أطراف محور المقاومة التي خرجت منتصرة في حرب تموز 2006 وفي حرب غزة 2008-2009 أننا في العام 2010 نحن أمام معادلة قوة جديدة في هذه المنطقة، قوامها الثلاثي إيران سوريا حزب الله، وأن هذا الثلاثي أقوى بكثير من الثلاثي الذي خاض حرب عام 73، أي سوريا مصر السعودية. قارنوا سوريا مصر السادات، عم بحكي مش مصر الدولة، مصر المحكومة بسقف سياسي اسمه أنور السادات، السعودية المحكومة بتبعيتها لأمريكا وبسقف سياسي يعني ملتزم مع أمريكا، كانوا هون شركاء الرئيس حافظ الأسد في حرب 73. وهذه الحرب، وهيك قال الشباك أنه حرب 73 هددت أمن إسرائيل، رغم أن شريكي سوريا فيها هما مصر السادات وسعودية فيصل. فكيف إذا اندلعت حرب فيها سوريا أقوى ومعها حزب الله ومعها إيران؟ وهل تستطيع، وهذا السؤال اللي طرحه الشباك، عم بحكي 2010 مش هلأ، أنه وهل تستطيع تركيا ومصر وحتى السعودية أن تقف على الحياد إذا قرر الرئيس بشار الأسد الذهاب إلى حرب وفي ظهره إيران وأمامه حزب الله؟ لذلك الشباك وقت وصل إلى القول أنه لا بد من إسقاط النظام في سوريا، أنه مع بشار الأسد ومع الجيش السوري الذي يتم إعداده للحرب خلال 5 سنوات إسرائيل ستواجه كارثة كبرى، كارثة استراتيجية لا يمكن أن تنجو إسرائيل منها إلا إذا بادرت الآن، عم بحكي 2010، وقالت لأمريكا وقالت للسعودية وقالت لتركيا تعالوا نتقاسم التركة السورية، تعالوا نخوض معا حرب إسقاط سوريا ونتقاسم العائدات. إسرائيل تحصل على بوليصة تأمين طويلة المدى بأن أحدا لن يقود حربا عليها، السعودية تحصل على تعويض عن خسارة العراق الذي تعتبر أنه آلة بين مزدوجين إلى المعادلة الشيعية، بينما سوريا يمكن إذا انقلب عليها الوضع وأخذت في حضن المشروع الأمريكي أن تذهب إلى العنوان السني، عم بحكي هيك الحسابات كانت، تركيا تكون شريكا في سوريا القادمة بعد إسقاط
الدولة فيها لحساب مشروع الأخوان، وبالتالي الكل يكون رابح رابح. هذا مشروع الحرب على سوريا. هذا المشروع كان لتفادي حرب أخرى، كان لتفادي الحرب التي كانت تقرأ إسرائيل أنها قادمة. طيب والآن وقد فشلت الحرب لإسقاط سوريا، وسوريا عائدة أشد قوة، سوريا الآن مسلحة بأفضل مما كانت عام 2010، لأن روسيا من أجل مواجهة المخاطر التي أحاطت بسوريا وضعت بين أيدي الجيش السوري أحدث ما في الترسانة العسكرية. بس بعد 10 سنين يمكن ما يصير هالشي. هذا الآن، طيب هذا بيخدم 5 سنين 6 سنين. الجيش السوري الآن فيه نخبة مقاتلة ما موجودة ولا جيش بالعالم، أنه على القليل ب 300,000-400,000 جندي وضابط، في 100,000-150,000 جندي وضابط مرأت عليهم كل أهوال الحرب وخاضوا جربوا كل أشكال القتال. واللي حكيت عدة مرات أنا أنه القيم الاستراتيجية للجيوش عندما تمتلك من السلاح ما يكفي لعدم تدميره ولمنع تدميره ما بتعود بالسلاح، يعني في حد من السلاح ضروري ليمنع تدمير الجيوش. بس يصير عندك هذا السلاح ما بيعود الباقي مهم، بصير المهم كم هي الكتلة البشرية التي تملكها في هذا الجيش والتي اختبرت كل شيء في الحرب على الأقل للمرة الأولى. بنقال أنه الجندي، ونحن ناس خاضوا حروب ونعرف أنه الجندي بيبقى نظري قد ما دربته على سلاح وقد ما دربته على تكتيكات ومناورات إلى أن ينزل في الميدان تطلق النار حد أدنه، يقوم هو بإطلاق النار ويقتل، يقتل رفيقه على كتفه، يحاصر ويجوع ويأكل من عشب الأرض، تقصفه الطائرة، تقتحمه سيارة مفخخة، تسقط قذيفة في قلب موقعه. بس يمروا معه كل هول، هذا الجندي ما بيعود في قوة بالدنيا بتقدر تواجهه. كل الجيش الأمريكي هلأ قديش عدد اللي ممكن ينقال مرأة معهن هول؟ 5,000-10,000-50,000. الجيش الروسي، الجيش الصيني، الجيش السوري الآن أنا بقول بكل موضوعية علمية هو الجيش الأول في العالم، لأنه يملك أكبر كتلة بشرية مرت عليها كل هذه المخاطر والعناصر التي تتشكل منها قدرة الجيوش، من مطاهرها واختباراتها ونارها تولد الجيوش القوية. وبالتالي كمان إسرائيل بدها 10 سنين لتصير هذه الكتلة خارج الخدمة، اللي بيكون ترقى وصار بمراتب عليا ما بعود يقاتل، واللي بيكون تصرح من الخدمة، واللي لا بيكون كبر من السن، وهذا بتصير بأمان. إسرائيل تحتاج 10 سنوات كي تتمكن من امتصاص العامل الأول اللي اسمه هذه الطاقة البشرية الجبارة في الجيش السوري، والعامل الثاني هذا السلاح النوعي الذي يمتلكه الآن الجيش السوري. طيب معناته الجيش السوري هلأ جاهز للحرب؟ يعني إسرائيل أين بتعمل حساب؟ بتعمل حساب هلأ أنه هذه القوة التي كانت تخشى منها بال2010 هي الآن أقوى. إيران ما كانت بسوريا بال2010، حزب الله ما كان بسوريا بال2010، وبالتالي إذا بال2010 قدرت إسرائيل أنه بال2015 في حرب ستخوضها سوريا ويجب استباقها بتكسير سوريا وتحطيم سوريا وتدمير سوريا، طيب الآن لازم تقول إسرائيل أنه في حرب بال2025 وهذه الحرب ستخوضها سوريا وحزب الله وإيران. لكن في سؤال كمان بيطرحوه الإسرائيليين وسؤال مشروع، أنه هل يمكن لسوريا أن تذهب لإعادة الإعمار بكلفة 200 مليار دولار وبعد منها تروح على حرب نص دمار، أم الأفضل لسوريا أن تحسم أمرها من الآن وهي في قلب المعمعة وهي في قلب المعادلة وشعبها وجيشها بمناخ الحرب وتخلص من موضوع الجولان بصورة أو بأخرى؟ هون أنا أعتقد أنه في مجموعة من الانحباسات المحيطة بوضع المنطقة تجعل الحرب نسبتها عالية جدا، تجعل فرص الاستقرار ضئيلة جدا، إمكانية تسوية بدون إيجاد صيغة للتسوية على الصراع مع إسرائيل مستحيلة، وتسوية مع إسرائيل أيضا مستحيلة، تسوية على سوريا تقبل فيها أمريكا بدون أمن لإسرائيل مستحيل، وتسوية
مع سوريا ومع إيران تضمن أمن لإسرائيل كمان مستحيل. طيب هذا استعصاء، عم برد الأمريكي على هالاستعصاء بالتصعيد، تصعيد سياسي صحيح، والتصعيد السياسي فوق طاقة القدرة على الحماية. شو يعني؟ يعني استجلاب للحرب. صواريخ تل أبيب عن شو بتحكي عندما نسمع خلال شهر واحد مرتين سقط صاروخين، أول مرة وصاروخ تاني مرة على تل أبيب، أول مرة بمسافة 70 كيلومتر، تاني مرة بمسافة 110 كيلومتر. شو عم بتقلنا هاي الصواريخ؟ أيا كانت الرواية التي تفسرها، إذا كانت الرواية أنه هذا قرار فهي دليل على أن الأمور تذهب إلى، أول مرة عم ندخل الاشتباك بقواعد جديدة، تصبح تل أبيب جزء من مرمى النار، وأول مرة عم ندخل بمعادلة الصواريخ الثقيلة، يعني عم نطلع عم بيعلى السقف. وإذا ما كانت بقرار فهي تقول على الأقل أنه هذا الاحتباس بدأ يفقد القوى المسيطرة على القرار قدرتها على السيطرة، وبالتالي اللي بيطلع صاروخ واثنين بكرة بيطلعوا 10. بأي لحظة اشتباك متفجرة مع غزة بسبب الأمن الإسرائيلي ممكن ساعتها تطلع 20 و30 صاروخ يسقطوا على تل أبيب، وعندها شو فيها تعمل إسرائيل إذا كان القتلى بالعشرات أو بالمئات؟ هذا الانسداد اللي عم نحكي عنه هو مش قرار حرب، لكن هو مناخ حرب، مناخ حرب. ومناخ الحرب هذا متعدد العناوين. يعني انت لما بتجي بتطلع مثلا على الاعلان عن الجولان، طيب اعلنت امريكا انه الجولان تحت السيادة الاسرائيلية، يعني مزارع شبعة اللبنانية تحت السيادة الاسرائيلية، لانه مزارع شبعة حسب التوصيف الامريكي الاسرائيلي هي جزء من الجولان. طيب معناتها لبنان ما عاد في ترسيم حدود برية، وترسيم الحدود البحرية هو جزء من الترسيم البري، بينبنى على خط الهندسي، يعني تحط مسطرة وبتقول هون بناء على الترسيم البري. طيب السؤال في هذه الحالة إذا ما في ترسيم بري وترسيم بحري لوين بتروح الأمور مع لبنان؟ ما حدا بياخد قرار حرب، بس ببلش التصعيد، التصعيد الذي يبدأ بالسياسة ثم إطلاق النار ثم إطلاق الصواريخ، ومين بيعرف بعدين شو بيصير. المناخ بالمنطقة أنه إسرائيل خطابها لا يحتمل أن يكون بقدر قوتها، خطابها أعلى بكثير من قدر قوتها، قوة الآخرين أكبر من خطابهم، الأمرين ما بيكملوا، لا قوى المقاومة قادرة أن تستمر بخطاب أقل من القوة، ولا إسرائيل قادرة تكمل بخطاب أعلى من القوة. هي تستفز بالخطاب ما يستدعي أن يرتفع الخطاب، وبس يرتفع الخطاب بوج الخطاب قربنا من لحظة الاشتباك وإطلاق النار. بالتالي كل شيء في المنطقة يقول، ناخد مقلب ثالث من القراءة كمان، يعني من زاوية مختلفة، لما اجوا الامريكان بعد حرب تموز يطلعوا تقرير بيكر هاملتون ليقولوا يعني شو الصورة بالشرق الاوسط، اجوا قالوا انه نحن فشلنا في العراق ونحن فشلنا في افغانستان، والفشل مصدره اننا لم نعترف بالحقائق التي تحكم العالم الجديد، توهمنا اننا قادرون وحدنا واكتشفنا باننا غير قادرين وحدنا. ولذلك طبعا نعيد قراءة التقرير، نقرأ شو التوصيات اللي طلع فيها التقرير. ومين تقرير بيكر هاملتون؟ تقرير بيكر هاملتون يعني كل عقول أمريكا بالحزبين الديمقراطي والجمهوري، كل اللي تناوبوا على وزارة الخارجية ورئاسة المخابرات ومستشار أمن قومي ورؤساء الكتل ورؤساء لجان الخارجية بالكونغرس ورؤساء لجان الأمن والدفاع، كل هول من الحزبين جمعوهم وعملوا هذه القراءة المشتركة لأول مرة يمكن القول أنها رؤية الأمة الأمريكية. شو بيقول بيكر هاملتون بالتوصيات؟ بيقول أنه نحن لازم نعترف أولا بأنه دون الشراكة مع روسيا يستحيل ضمان الاستقرار في هذه المنطقة المتفجرة من العالم والتي تنبني عليها المصالح العميقة للولايات المتحدة الأمريكية، ببعدين على الأقل، بعد تدفق سلس للطاقة وبعد خطر الإرهاب، وبهالمنطقة لازم نكون متفاهمين نحن والروس. اثنين، لازم الأمم المتحدة تكون مفعلة والقانون الدولي يكون أساس. ثلاثة، لازم نعترف بالقوى الصاعدة في المنطقة، نعترف لسوريا بنفوذ إقليمي يطال على الأقل العلاقات السورية اللبنانية والسورية الأردنية وبيحكوا بتلازم المسارين، لازم نعترف لإيران بأنها قوة عظمى
ملف النووي السلمي يجب أن يكون موضوع اعتراف، هذا حكي الجمهوريين مشاركين فيه سنة 2006. هلأ منحكي ليش نقلبوا بعدين أو شو هي المناورة، لكن عمول أنه هاي القراءة بتقول ملف نووي إلى إيران، نفوذ إيراني في العراق في أفغانستان، إيران مرجع في أمن الطاقة وأمن الخليج، لكن بتقول هذا يستدعي، هو كلهم بيستدعوا حل القضية الفلسطينية، وهذا الحل لا يمكن أن يكون إلا على قاعدة القرارات الدولية، دولة فلسطينية، عودة الجولان، انسحاب الأراضي 67 بما فيها القدس الشرقية، حل عادل لقضية اللاجئين على أساس القرار 194. لكن هذا مستحيل أمريكا تفرضه على إسرائيل. أمريكا عرضت هذا، قالت هذا هو الخط النهاية، إذا في بدائل تحول دون هذه المرارة نحن نسير فيها، وعرضت البدائل. وإجت البدائل بعد 2006، إجت حرب غزة 2008 اللي بتقول مثل ما قال مارتن أندك يومها استئصال إيران من فلسطين، طيب فشلت. إجت بال2009 اسمها استئصال فلسطين من إيران، الرهان على الإصلاحيين وتغيير النظام في إيران، كمان فشلت. إجت الثالثة بال2010 اللي بتقول ذهاب إسرائيل إلى تسوية دراماتيكية عبر المجيء بشريك فلسطيني اسمه السلطة الفلسطينية، وعملت المبادرة هيلاري كلينتون وراحوا على المفاوضات وفشلت، لأنه نتنياهو وصل بده يشيل 25,000 مستوطن، قال أنا ما بشيلهم لأنه مني مضطر انتهي نهاية رابين، قالوا له بتنتهي إسرائيل، قال له بتنتهي عيد غيري. طيب إجا البديل الرابع اللي هو الربيع العربي اللي هو أخونة المنطقة بضمانات يقدمها الإخوان المسلمون من تركيا إلى غير تركيا إلى مصر إلى سواها لأمن إسرائيل، بتسلموا سوريا، تنقطع عجر إيران والمقاومة عن فلسطين، وبالتالي بتتم التسوية بالشروط الإسرائيلية. خيضت الحرب على سوريا، فشلت الحرب على سوريا، جاء البديل اسمه محمد بن سلمان بجملنا الشريك الفلسطيني وبنعمل صفقة القرن. طيب ما كله عم بيسكر، فكركم كان بيروح ترامب وبيقول له لنتنياهو القدس عاصمة لإسرائيل لو ماشي صفقة القرن، بيروح وبيقول له الجولان لإسرائيل لو ماشي صفقة القرن. أصلا أكبر علامات على أن صفقة القرن ماتت من زمان هو هذا الاعتراف الأمريكي لإسرائيل مباشرة الثنائي، أنه لكم بدمتنا أن ننسحب من التفاهم مع إيران على الملف النووي، أن نعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، أن نعترف بالجولان قد ضم لإسرائيل، بعد في لكم شيء مع أمريكا، أمريكا فل من المنطقة. أمريكا القوية إجت على مبادرة مدريد اللي اسمها حل سياسي على قاعدة الانسحاب من الأراضي المحتلة عام 67 وسلام شامل مقابل انسحاب شامل، وبالتالي هي أمريكا القوية التي تأتي بالشرعية لإسرائيل، والشرعية لإسرائيل هي من الذين يهددون أمنها وشرعيتها. طيب هذا كله تسكر الباب عليه، اليوم ما في شيء منه، اليوم هؤلاء الذين يملكون السلاح ويملكون الحقوق تقول أمريكا لهم لا حقوق لكم، يا سوريين ما لكم جولان، يا فلسطينيين ما لكم قدس، شو يعني؟ يعني روحوا قاتلوا، وهم يملكون السلاح ويملكون القدرة على القتال، وأمريكا عم بتفل من المنطقة، وإسرائيل في أسوأ حالاتها. اللي بيقرأ كل الدراسات اللي بتحكي عن وضع إسرائيل بعد النصر السوري شو بتقول؟ كلها بلا استثناء، اللي بالأمريكان انترست واللي بنيوزويك واللي بالوول ستريت جورنال كلها شو بتقول؟ وبالاندبندنت كلها بتقول انه إسرائيل في أسوأ حال، وأن الذين ينوون يعني يضمرون الشر لإسرائيل لم يمر عليهم وضع بمستوى الشعور بالقوة كالذي يمر عليهم الآن. هذا حكي كل الأمريكان المحمسين لإسرائيل. طيب يعرفوا وضع إسرائيل سيء، إسرائيل حرب على غزة مش قادر تحمل تبعاتها، إسرائيل مستعد تقول إنها مصدقة بأنه الطقس ومتغيرات الطقس هي طلعت الصواريخ على تل أبيب لأنها منها جاهزة تروح على الحرب. طيب وعم تجي بترمي عليها هذه الأحمال لإسرائيل، طبعا هذا يرضي العنجهية الإسرائيلية ويرضي الغطرسة الإسرائيلية ويرضي العقيدة الصهيونية ويرضي الأطماع، بس هذا بالآخر وين بنصرف بالسياسي؟ ترامب عقله مثل عقل الإسرائيلي، لكن في وراء ترامب مؤسسة بأمريكا. طيب هاي المؤسسة هي التي كتبت بيكر هاملتون مش أنا كتبته، وهي المؤسسة هي التي قالت أنه لازم استقرار المنطقة يبدأ بحل القضية الفلسطينية على قواعد قابلة للحياة. وين الذهاب إلى هذا
منطقيا وموضوعيا مستحيل أن تطلبه إدارة أمريكية. جربت إدارة أوباما تعمل التفاهم النووي مع إيران، ما قدرت لأنه رغما عن إسرائيل. تستطيع أمريكا أن تأتي بطلب إسرائيلي لتسوية، تجد إسرائيل نفسها مجبرة عليها، وهذا يستدعي ميزان قوى لغير صالح إسرائيل، ويستدعي مرجعية غير أمريكا. طيب هي نعم نشوف روسيا صارت بالمنطقة هي المرجعية، عم نشوف نتنياهو رايح جاي على موسكو، انه واشنطن بتعطيه ضم الجولان، بس لما بده يروح يحكي امن وين بيروح بيحكي؟ عم بيروح يحكي بموسكو. طيب هل قادرة روسيا ان تعطيه امنا وهو لم ينسحب؟ هلا بعد الجولان روسيا عم تقول انه هي يعني تعتبر ان المنطقة تذهب الى المجهول، وانها تؤيد موقف سوريا وحقوق سوريا والتمسك بهذه الحقوق، وبعد شوي حق سوريا في القتال من اجل استرداد هذه الحقوق. اللي بدي اقوله انا ما بدي اجزم، بس انا بدي اقول نحن ذاهبون الى مزيد من التصعيد، الى مزيد من التوتر. الحروب ايمتى بتنشا؟ ولا مره الحروب بتنشا، او نادرا ما تنشا الحروب عن انه والله في قوه بترتب بتزبط بتهيئ بتجهز جيوشها وبتبني معادلات القوة وبتذهب إلى الحرب، لأنه في قوة بالمقابل ضعيفة مضعضعة الانتصار عليها مؤكد. هذا نادرا ما يحدث في التاريخ، نادرا. غالبا غالبا كما يقول كلاوزفيتس، يعني أكبر منظري علم الحرب في العالم ومؤسس علم الحرب، بيقول تنشأ الحرب عن سوء تقدير متبادل، طرفين كل طرف يشعر أنه يملك القوة وأنه قادر على فرض دفتر شروطه. اليوم نحن في وضع شبيه، اليوم محور المقاومة يشعر ومعه الشعب في فلسطين والشعب في سوريا أننا قادرون على حماية حقوقنا، وأنه نحن مش بوضع بفرض علينا نقدم تنازلات. والإسرائيلي مدعوما من أمريكا رغم ضعفه العسكري يشعر بأن الدعم الأمريكي السياسي والقانوني يسمح له بأن يحقق مكاسب، مش بس ما يقدم تنازلات. وبالتالي في مثل هذه اللحظة تقترب الناس من الانزلاق للحرب. سوء التقدير هو اللي بيوصل للحرب، العجز عن الوصول إلى سقف سياسي لما في صراع واثنين مسلحين واثنين بيملكوا فائض قوة. إسرائيل تملك فائض قوة لا تجرؤ على صرفه لأنه يورطها في حرب هي لا تحمل تبعاتها، ومحور المقاومة يملك فائض قوة يحتاج وقتا ليبدأ بصرفه. طيب محور المقاومة حساباته انه ليش بدنا نعمل حرب هلا؟ نحن خلينا نهضم الانتصار بسوريا، نخلص ادلب، نخلص المنطقة الشرقية، نرتب الملف العراقي الداخلي، معنا 3-4 سنين نرتب العلاقات السورية العراقية الإيرانية اقتصاديا، هذا التشبيك والتكامل، وبالتالي بعدها بنكون بوضعية جهوزية قادرين انه ندفش باتجاه الحرب. بدنا 5 سنين، شرعية الانتصار في سوريا، كل هذه العناصر. إسرائيل تخشى، يعني تملك فائض قوة وتخشى الانتظار، تخشى الانتظار لأن الانتظار سيأتيها بما هو أسوأ، ومحور المقاومة يملك فائض قوة ويحتاج الانتظار. طيب في مثل هذه اللحظة من التأزم شو بصير؟ بصير تصاعد، بصير توتر، بتصير إطلاقات. هلأ الغارة عملوها الإسرائيليين على حلب، عم يستكشفوا وين في دفاعات جوية وشو حدود الرد اللي ممكن يصير، وسوريا كيف تتموضع قوتها العسكرية. مش منتبهين انه هي اول مرة كل الجوء تاعت امريكا والخليج ما حكيت على وين الرد السوري؟ غارة صارت على حلب على قرب المطار، ولا حدا من هول اللي كنا نعتاد عليهم ما يسكتوا، وين الرد؟ أي رد؟ بدنا الرد الآن، لأنه عن جد الوضع جدي، ممكن يكون الرد مؤلم وموجع لإسرائيل، ما حدا منهم عم يحكي، بل في إسرائيل من يقول بأنه هول اللي كانوا يعني يتهكموا على سوريا بطلب الرد هم جزء من أسباب الرد السوري، أنه أحرجت سوريا في مرات عديدة أمام الرأي العام. هيا شو استفدنا من التحريض؟ أنه وين الرد؟ لا يا خي، بلا ما تعرضوا لسوريا على الرد. واقعاً في خلط أوراق، خلط أوراق كبير في المنطقة، وخلط الأوراق الكبير هذا أمام مجهول سياسي، ما في ولا أفق لحل سياسي،
شو هو الحل السياسي الممكن؟ هل يمكن أن نتخيل أنه إسرائيل تقبل؟ كل المؤشرات بتقول لا، اللي عم بيضم الجولان وبتعترف له أمريكا وعم بيضم القدس وبيعتبرها عاصمة بده يقبل هلأ بدولة فلسطينية حدود 67؟ ممكن؟ مستحيل. هو قبل وما قبل. إذن من الميل الإسرائيلي نتوقع تنازلات لتصير تسوية؟ أكيد لا. من ميل محور المقاومة فينا نتوقع تنازلات لتصير تسوية؟ يعني أنه سوريا تستوعب ضم الجولان وأنه الفلسطينيين يستوعبوا القدس عاصمة لإسرائيل، أو أنه إيران تقول أنا مستعدة أقبل الاعتراف بإسرائيل؟ طيب إيران كانت أضعف ولم تقبل، عرض عليها الأكثر ولم تقبل، سوريا تمن امتار عن طبرية ما قبلت بتقبل بتنازل عن كل الجولان، الفلسطينيين عرض عليهم أيام بيل كلينتون أنه منقسم الأحياء تاعت القدس الشرقية بينكم وبين إسرائيل وما قبلوا الفلسطينيين، بدهم يقبلوا يتنازلوا عن كامل القدس. ففي شيء بالمنطق بيقول أنه إسرائيل التي لم تقبل بالتنازلات قبل أن تعطيها أمريكا هذه الصكوك ستقبل بعد. وبالمقابل الفلسطيني والسوري ومن ورائهما محور المقاومة، الفلسطينيين يعني كشعب وكقوى سياسية والسوريين كدولة وكشعب وكجيش، ومن ورائهما كل محور المقاومة اللي ما قبلوا وهم أضعف بتنازلات أقل بدهم يقبلوا وهم أقوى بتنازلات أكثر. طيب فإذا نحن قدام انسداد، في انسداد سياسي، مين هي الجهة اللي اليوم قادرة تجي تتقدم؟ إذا في أمريكا داعمة لإسرائيل بكل هذا التصلب بالهيمنة على حقوق يحميها القانون الدولي بأنها حقوق عربية، بس حميتها أمريكا أنه نحن معك، فإذا عم تقول لها ما تنازلي. طيب إسرائيل لن تتنازل، العرب والمسلمون لن يتنازلوا، سوريا والفلسطينيين ومن وراءهم محور المقاومة، روسيا لا تستطيع أن تكون ضد هذا المحور طالما أن إسرائيل لم تستجب للقرارات الدولية، فبالتالي هي ستسلح وتدعم وتؤازر. طيب هذا شو بيعني؟ هذا بيعني أننا رايحين على المعركة الكبرى، المعركة التي ترسم مستقبل الشرق الأوسط. وأنا رأيي أنه أي واحد بيطلع بالمشهد من بعيد وبهدوء وبيقول أنه بعد كل الذي جرى في المنطقة هل يمكن للمنطقة أن تعرف استقرار بدون سقف سياسي؟ شو هو السقف السياسي؟ لا يوجد سقف سياسي الآن. حتى اللي بيقول أنه لازم يكون في قوى المنطقة مش الدول الخارجية، طيب من هي قوى المنطقة؟ أنه السعودية ومصر وإيران وسوريا وتركيا قادرين يتفقوا على سقف سياسي يفرضوه على الأمريكيين لإدارة المنظومة الإقليمية، وأمريكا رايحة هالقد مع إسرائيل؟ مين؟ بالتالي غياب السقف السياسي مع مشاكل كبرى مستعصية مع سلاح إلى الأنف، الكل مسلح إلى أعلى الدرجات، شو بيعني؟ بيعني الاشتباك بكرة، والاشتباك لا يحتاج خطة حرب مسبقة مقروءة لوين بتوصل. لا أكيد سيناريوهات الحروب موجودة عند الجيوش، يعني أنه عند الجيش الإسرائيلي في بالجرور خطط بتقول ماذا لو اندلعت الحرب كيف نتصرف، عندهم 4-5 فرضيات، وعند الجيش السوري فيه، وعند الجيش الإيراني فيه، وعند حزب الله فيه، وعند قوى المقاومة في فلسطين فيه. يعني لما بتوصل للحظة اللي خلص فلتت الأمور الكل عنده خططه كيف سيتعامل، وما في تعامل إلا بالحرب. من هون أنا هالحلقة تقصدت أن أقول طلعوا معي بعد بشوية عناصر أخرى بالمشهد. روسيا اللي رايحة على فنزويلا عسكريا بعد شهرين من الأزمة، أخذت 4 سنين لأجت على سوريا، بعد شهرين رايح يحط 200 خبير مع طائرات حربية وبيقول له الأمريكان بتطلع بيقول له عم خيط بغير المسلي. هذه الروسيا اللي جربت الثبات في سوريا وشربت معنى أنه لما بتحط إجرة ما حدا بيشيلها، هاي الروسيا هي غير الروسيا التي كانت. وبالتالي إذا في من حرب تقرأها، ما ضروري حدا يصارحها فيها وما ضروري حدا يكون ناوي عليها، لكن هي تقرأ أنه هاي الخطوة الأمريكية ستؤدي إلى تصعيد، والتصعيد قد يذهب بالمنطقة إلى حرب. بتلجمها؟ ليش بتلجمها؟ ليش بتلجمها؟ بتسلح على قاعدة جعل سوريا قادرة على الدفاع بصورة أفضل عن نفسها؟ أكيد. بتروح الأمور على حرب؟ تروح على حرب. شو بتخسر روسيا؟
إذا هاي الحرب بدها تأدي بإسرائيل وبدها تخلي سوريا تسترجع الجولان وبدها توصل لمحل أنه إسرائيل تصرخ وتروح تستنجد بالأمريكان وتقول لهم أنه نحن قدام انهيار. إسرائيل عم تقصف الشام وعم تقصف بغداد وعم تقصف بيروت وعم تقصف طهران، يعني كمان قوى المقاومة ما رح تكون هالقد عم تقول ما بدنا نوقف. عم نحكي الأمور هيك أنه على الأقل في جزء منا يمكن يقول لا فتحت وبدنا نكمل، بس النسبة الكبرى منها اللي هي دول رح تكون ميالة لقبول وقف إطلاق نار. فإذا في هذه اللحظة الدراماتيكية قالت إسرائيل وهي تنهار أنا أقبل بالقرارات الأممية، روسيا رح تتلقف هذا القبول. هاي الحرب بتجيب لها أن تكون هي الراعي وهي السقف السياسي لكل الشرق الأوسط، وأن يكون الأمريكي والأوروبي عم بيبارك الرعاية الروسية. ليش روسيا بدها تعمل جهد لتمنع وقوع حرب؟ بالمقابل أمريكا ليش بدها تعمل جهد لتمنع وقوع حرب؟ أمريكا أمريكا مش ترامب عم بحكي. ترامب بمزاجه بخياراته المتطرفة بعنجهيته يناسب عقلا أمريكيا باردا باردا يقرأ الأمور على حقيقتها. هو العقل الذي يقول إن التسويات الكبرى في المنطقة لن تتحقق دون مواجهة كبرى تلجأ فيها إسرائيل لأمريكا طلبا لتطبيق بيكر هاملتون. يعني بده يصير بيكر هاملتون الذي قاتلته إسرائيل حتى أسقطته داخل أمريكا، بده يصير مطلب إسرائيلي لحتى يصير سياسي أمريكي. كيف يصبح بيكر هاملتون مطلبا إسرائيليا إذا لم تتلقى إسرائيل ضربة قاسية وموجعة ومؤلمة تهدد مستقبلها؟ حتى المتطرفين بإسرائيل أصلا إذا في هلأ نتنياهو البراغماتي العقلاني لكذاب منافق لا بده حروب ولا بده بلوط، ليك شو عم يعمل، ما عم يلعب بموضوع غزة لعبة الجبان لأنه عارف منه قادر، لكن بالخطاب يا لطيف شو بده يعمل. بس بيعرف نتنياهو انه هو ليش ما بيعمل تسوية مثل ما قال له هيلاري كلينتون، قال له انه بيقتلوني مثل ما قتلوا رابين. كي لا يقتله المتطرفون، مش عم بحكي بالمعنى الجسدي، يعني كي لا يسيطر المتطرفون على قرار امريكا، كي لا يقود المتطرفون قرار اسرائيل، شو لازم يكون؟ لازم يكون السلخ فوق رقبتهم، لازم تكون الصواريخ عم تنزل، ولازم يكونوا الحاخامات اني اللي عم بيقولوا لقوا لنا حل، ولازم يكونوا باتوا مكتشفين بان اسرائيل اضعف من أن تقاوم هذا المناخ الجديد فتستنجد بالعالم، وأن يقول لها العالم يمكن أن نحميك لكن على قاعدة تطبيق القرارات الدولية. أنا أقول أنه هذا شوف حتى بالمعنى السياسي الحلف القائم بين إيران وروسيا وقوى المقاومة ما بيخلط أوراقه إلا قبول إسرائيلي بالقرارات الدولية. لذلك أنا أقول أنه في مكان ما في مكان ما تنضج الأمور. هلأ هذا شيء مثل ما بيقولوا الجمل بنية والحمل بنية والجمال بنية، يعني إذا وقعت الحرب أول شيء بدأ تفكر فيه قوى المقاومة هو كيف تخلق وقائع في البر ما تخليها حرب صواريخ، إنه اسمه وصارت من اليوم الأول بدك تشوف المقاومين عم بيفوتوا على الجليل، وبدك تشوف يمكن مقاتلين عم يحملوا سلاح وينزلوا بشوارع القدس، بدك تشوف بالأراضي المحتلة عام 48 ما بنعرف فصائل المقاومة شو مخبية، كانت لبنانية أو فلسطينية شو عاملة داخل فلسطين. إذا اندلعت الحرب بده يصير الشغل بقوى المقاومة على فرض وقائع بالبر. إسرائيل بدها تصير مستعجلة لتستبق هذه الوقائع بالبر بوقف إطلاق النار. الصواريخ تملك إسرائيل قدرة أن تقصف مظبوط وأن توجع، لكن ستتوجع أكثر. بالتالي أنا عمول تعو ناخد كل هذه العناصر بعين الاعتبار ونقول بناء على هذا المشهد لا يبدو أن ثمة فرضية أخرى يمكن أن تستوعب وضع المنطقة. سوريا الصاعدة من هذه الحرب هي الجهة الوحيدة المؤهلة أصلا لقيادة العالم العربي، وبحرب كالحرب القادمة مع إسرائيل حرب تحرير الجولان ومزارع شبعة، كمان المقاومة بلبنان أنه بين أن تحرر مزارع شبعة بالقوة وبين أن يأتي الإسرائيلي ويقول أنسحب منها، اللي بتحرره بالقوة ما حدا في ملي عليك شروط فيه وما حدا في بعد منه يقول لك وسلاحك من شان شو، يصبح لسلاح المقاومة عنوان واحد عودة اللاجئين. وبالتالي عودة اللاجئين نعم قضية وطنية لبنانية،
تبقى إسرائيل تروح وتمط وتغط وتقول منقبل ومنحكي ومدري شو، ماشي الحال إلى أن يعود اللاجئون. السلاح خارج النقاش. في 100 حساب بخليني أقول أن أرجحية أن تذهب المنطقة إلى المزيد من التوتر فالتصعيد المفتوح على الانفجار وأن يكون خيار الحرب فيه خيار قائم، أنا أدعو إلى يعني أضع بين أيديكم هذه الوقائع، هذه الرؤية لنناقش. أقول يجب أن نفتح العين على هذا، يجب أن نستعد لهذه الفرضية. أنا سنة 2006 كنت شايف أنه نحن رايحين على حرب، وقلت يجب أن نعد ونستعد، وكان الإعداد والاستعداد بالإعلام على الأقل نحن بنقدر نساعد فيه. عملنا غرفة عمليات إعلامية رديفة مواكبة من حوالي 50 شخصية مناصرة للمقاومة. من اللحظة الأولى اندلعت الحرب كنا جاهزين ناخد مواقعنا على الفضائيات والمنابر ونستلم الإعلام الصحفيين الأجانب والعرب ونعطيهم المادي ونعمل تقدير موقف يومي. والآن أنا أقول في كل الساحات ليطرح كل منا السؤال على نفسه، ماذا لو اندلعت الحرب بمصر؟ شو لازم نعمل بالأردن؟ شو لازم نعمل بالعراق؟ شو لازم نعمل بتونس؟ شو لازم نعمل بالسودان؟ شو لازم نعمل بالجزائر خصيصا؟ شو لازم نعمل؟ أنا أقول لكل النخب فكروا معنا، إذا كان هذا الخيار أو هذه الفرضية واحد من الاحتمالات، وإذا كانت ستأتي قصيرة وعنيفة وتعقبها السياسة، فالساعات المحشورة في أيامها يعني إذا بتكون حرب 5-6 أيام يعني 100 ساعة 150 ساعة، هو 150 ساعة بيسوا 150 سنة، وما يعد لكل ساعة بيستاهل شهر واثنين وثلاثة تحضير. طيب تعالوا نحط شو فينا نعمل، ما بعرف اللي بمصر شو فيهم يعملوا، واللي بتونس شو فيهم يعملوا، واللي بلبنان غير اللي حاملين سلاح بقلب بنا وهياكل المقاومة، واللي بسوريا غير اللي بالجيش. أنا أطرح هذا أمامكم لأقول إن الانتصار العظيم الذي تحقق لمحور المقاومة في اليمن، نسينا اليمن وفي سوريا، باليمن شوفين يعملوا، ما بعرف يمكن الخليج يتغير، يمكن حكم آل سعود يكون ثمن يدفع لقاء هذا التحول الكبير، يمكن القوى المناوئة لحكام الخليج تجيها لحظة الانتفاض. الاستعداد لهذا الآتي وضعه كسيناريو كأحد الاحتمالات، لأن مسؤولية كل مناضلي الساحة العربية والإسلامية من أفغانستان إلى باكستان إلى أندونيسيا إلى 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 الكل لازم يفكر. إذا كنا نقرأ ما يجري بصفته إذان بتحولات كبرى، وإذا كانت الحرب واحدة من الفرضيات الأساسية تحت عنوان التحولات الكبرى، فتعالوا نستعد سياسيين ومدنيين وإعلاميين ومفكرين وباحثين وقوى مقاومة بكيف نلاقي هذه اللحظة. إلى اللقاء في الحلقة المقبلة، وسلام القدس لكم وعليكم دائما وأبدا، وقادمون إلى القدس.